قلت انا بجيبك، مش قلت لك بجيك لحالك؟ ها يابا. مالك ليش نايم؟ ايش؟ مش سانع ايش؟ بنام حضن امي. تنام بحضن امك؟ اه. هذا قبر امك؟ اه. وبجي هون بالمقبرة بنام عند امي، بحس بالامان. انا بحبها كثير. انا بعشقها. كانت أيام ضارمة كان تجيب لي كيس أكياس حاجات، مش كيس، كيس حاجات وكيس ألعاب. بتحملش هناك أنا بجيب المقبرة، هناك أنا بجيب فوق، أقعد فوق قبرها. مرات بنام قبر أمي وبحلم فيها تحكي لي إيش كيف حالك يا زين، إيش أخبارك؟ ابني زين هذا آخر العنقود. يجي بقى أنا بجي له على المقبر بقول له إيش بتسوي هنا؟ بقول لي يابا أنا لما أنام على القبر قلبي بيقف، الخبط تبع قلبي بيقف. طب بقول له طب ما تخافش؟ بقول لي لا بتريح. الولد هذا فاكهة كان، يعني كيف دائما ضحك ومسخرة وشو اسمه، يعني بتمسخر مع الكبير مع الصغير، ماخذ علينا كل هيتنا. بعد وفاة أمه الولد صار أول حاجة قلت لك إياها إنه أخذ انطواء، خد جانب هيك كأنه ما حدش اسمه، خلاص إنه فيش حد يهتم فيه. صرت متوحد أو شو اسمه، ما يكلمش حدا، فأنا صرت أمه وأبوه. الولد برضه كمان حنان الأم راح فقده، مش زي حنان الأب. أنا بقول للعالم طلعوا أطفالنا إيش بيصير فيها. أنا ما بتمنى لأي إنسان الله خلقه يمر في حالة ابنه. قلها إنها تطلع شوية من القبر، أبوسها شوية، لو 5 دقايق نفسي لو 5 دقايق أشوف أمي.